بشأن العملية الانتخابية التي هي ليس غاية في ذاتها ولكنها أداة لدعم الشرعية وسيادة القانون. إذن لابد من المشاركة الصوتية لكي نصل إلى ما نصل إليه إن شاء الله. ونحن كوزارة الداخلية أحب أرحب حضراتكم إلى أن السيد الوزير شخصيا وضع خطة تأمينية بالاشتراك مع قواتنا المسلحة الأبطال لتأمين كافة اللجان الانتخابية. خطة محكمة، خطة دقيقة، فيها قوات عديدة، فإن شاء الله من يكذب صوته سيكون نازل آمن. أنا أحب أطمئن حضراتكم جميعا، وبالنسبة طبعا لما شاركته المرأة في المرحلة الماضية كان لها دور فاعل وعظيم، نتمنى أن يزيد أكثر وأكثر. على الجانب الآخر، نحن كقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية أن السيد الوزير وجه بإنشاء غرفة عمليات فرعية في القطاع على مدار ال 24 ساعة لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات من كافة المواطنين، وبيتم حلها فوري بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة. كان من ضمن هذه الاستفسارات والشكاوى بعض كبار السن.